حاسبين هذا اسرع نقول لكم الموضوع شنو بغيتوا نعطيوش في حد الموضوع جابوا الوقت نيش من رايحين دابا حنا بشوج هذا هو الوقت ديالنا مخزوين ولا خاين سنه جديده بصح فرحي يلا بقول لي انت الاول شنو نقول انا قريت في فرنسا قريت في فرنسا كيفاش قرايه نكمل في فرنسا علاش وصافي عطاوك الاوكي عطاوني الاوكي صافي دابا غادي نمشي غير كنا كندوف في هادشي وشحال مرة دوينا فيه وفرحانة عليا وكتقول لي سير باش نطور راسي ما نكتب لي مفرحانات قررتي لا تمشي أشرف ما قررتش ولكن انت تي بغيت ناخذ الرأي ديالك الله يسهل عليك يا كيبان لي ما عجبكش الحالة حسن لا ما تكونش هكا لا بالعكس لا بيدي فرحت ليك بصح بصح مستقبلك هو الاول ولكن ما تنسانيش ياك عشان ما ننسى المستقبل راه معاك نتوحشك بزاف شحال نتوحش ما حسيت براسي تزيرت شويه ممكن انا مضبوط ماشي معاك لا لا مشيت على تسمح لي الو ماما الو وي يلا جيت مع الطبيبه راه شتك بلي كتصوني عليا ما قدرتش نجاوبك كنت مبرزطه واش قالت لي ماما سكتي راه حالتي حاله قالت لي ما تولدي ما والو راه شي مشكل عندي ديال ما بغيتش نوجع عبدو راه عبدو لصق لي الخبر غادي ما بقاش معايا راه طلقني وي انت راه عارف طلقك قبل مني راه ما غادي يجي صعيبه دابا عطيني شي حل دابا منهضره كلها عطيني شي حل اشنو ندير صافي صافي مزيان مزيان ملي صافي قطع قطع رقي شي عبدو مريم سلامتك حبيبه لاباس بارك عليك الاخبار انا كنتسنى فيها من عندك واش غنقول لك الاخبار اخبار خير مزيان عرفتي شنو اللي البارح ملي كنت معصبه ومخاصم معاك وبلي عالم بيا راك عارف الساعه الحمد لله الطبيبه قالت لي راكي حامله عندك جوج سيمانات بصح حامله وجوج سيمانات قلتي ليا اييه مالا نكذب عليك انا حامله وعندي جوج سيمانات وداك الشيء علاش انا معصبه هو اللي ما تمشي هي هذيك وماشي مولك يا حبيبي دابا انا عاذرك حيت عندك سبب وعندي سبب اخر شنو هو السبب انا ريحه ديال حوايجك وديالك ريحه ديال الجسم ديالك ما كنحملهاش وحبيبي كيفاش كيفاش غنديروا هذا ودابا نجري عليك من الدار فين تمشي نتايا وانا عندي واحد الحل اخر هضرت معايا ماما شنو هاد الحد ما تقولش لي لا ياك كنا مرتك يزعلك ايوا واخا قول لي شنو هاد الحد ودابا فرحتك راني حامله وانت باغي الوليدات وبغيت نمشي عند برك حدو ما ندوز لوحه مع عندها شنو بقيت انا ولاد كيفاش شنو واش 9 شهور غتبقاي بعيد عليا ماما تقابلني وغتهلا فيا وغتوحمني وما خصني حتى خير عندها حتى تصيفط لي داكشي اللي قسم الله وهي غتهلا فيا دابا واش نجي عندك ملي تكوني ب 6 شهور ولا 7 شهور نجي عندك نشوف ما تبرزت كاع انت صيفط لي غير الفلوس وريح ما تجي كاع عندي عيط لي في التليفون ودار معاك ابي الفيديو اللي بغيتي غير انا ما بلا ما تجي عندي راه ريحتك بغيتي نبدا نتبوع بغيتي نمرض بغيتي نحط صافي صافي غير ارتاحي وتبقاي ليا على خاطرك صافي نمشي انا الا بغيتي نمشي انا نمشي انا نخرج من الدار لا 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 ما تمشيش بلاصه فين تمشي اصلا الدار وبيت النعاس والدوش وكلشي في الريحه ديالك انا بغيت نبقى مخنوقه بقى النهار كامل ودير الكمامه في وجهي سير خلينا نمشي عند ماما عرفت شي عندها مفوجه راك عارف عند الجرده والهواء ونخرج انا وياها وتهلا فيا ماما كنت تباخ و شنو نقول لك حبيبي صافني على خاطرك شنو نقول لك صافي دابا انا نجمع حويجاتي وغادي نزيد ندير المحطه وتعطيني فلوس
ولا عطيني الكارت كيش ديالك اللي ما كتستعملهاش بزاف. بلا ما نديك انا قبل المحطه نعطيك الفلوس وسيري باش ما تبقايش معصبه. صافي بلا ما نكمل معك في الطوموبيل ياك ريحتك في الطوموبيل مجهده. صافي صافي انا نوض دابا نيت حيد من دايره. صافي وطنت شادي في راسي انا بحال هادشي. اش كاين هاد اللحام هذا؟ ويلي جات على ريحتي انا راجل زعما شي حاجه مشيتك. سيري مام لا ما هادو علاش تقولي لك كنت كنبكي لا غير عينيا دخلت فيهم شي حاجه ما كان داكشي علاش كيبانوا لك حمار. فاهمه نكمل لك الموضوع دابا غادي دابا واحد الايام ان شاء الله وغادي نمشي ثلاث ايام وغادي نمشي صافي نمشي نمشي معاك وبغيت ناخذ معاك شويه ديال الوقت. فهمتك وراه ان شاء الله بغي غادي دابا شحال الساعه دابا؟ شكون دابا شي وحده يا ولدي الوحده خاصني ضروري ماما ماما عيطات عليا لا ماما نفكر بشي بحال هذا شوف اشرف اليوم انا نروح عندي شغل بقى نجلس ان شاء الله حتى غدا ضرني نشوفك قبل ما تمشي ياك صافي يلاه سير انا نمشي زعما نخليك انا بسلام ما هي الزربه مشات وما سلمتش عليا ما قال فينا شي حاجه والله ما عرفت اختي عرفتي تصدم تقيني معايا جاي باش نفرحو باش نقولها لي صدق صادمني بالهضره كيقول لي غنمشي اش بغيتيني نقول ليها زهيره واش بغيتيني نضيع ليه الحلم ديالو بغيتيني نضيع ليه كاع داكشي اللي كيحالب به وكاع داكشي اللي كيتمناه من شحال هادي انا عارفه راسي وحلمت ولكن راه ما نقدرش نوقف ليه في وجه المستقبل ديالو عرفتي والله ما خضر نوقف على يا حق الله راه غدا في الزنقه وكلمتك يا صاحبتي هاد والدك الله يدير شي تشاور ديال الخير صاحبي وحق الله صافي حتى انا لقيتي شي وقيتي في العشيه دوزي عليا بعد عندي بيضا تفاجئ عليا شويه اختي راني حاسه براسي بوحدي صافي حتى انا خطاك عليا فيا بزاف واش نقول لك علاش ما نقلبش انا وياك الكحل الكرا ونكري ونتحاولوا مع بعضنا انت كتقلبي عليك اختي انا عندي واحد المشكل وان شاء الله غادي مع المده نفكوا مشكلكم ومشكل ديالنا ان شاء الله اختي ان شاء الله حتى انا ما كنعرفش في هذه البلاصه راه ثلاث بيا بليا من هنا وصافي انا رجعت لهاد الفكره راه كاين الكرا صيفطني واحد السمسار من تحت انا راه هاربه ما عرفتش رجعت ليا جابوني الليله دخلت في الدنيا يعني ما كعرف بدركم كاين اش ما عارفيني حتى شي واحد ما عارفين زيد حوايجي وخرج وصوني لي اختي الله يسهل عليك راه اختي واقع ليا مشكل كبير اختي وبغى غير بين ما ولدت اختي هادشي اللي فكرتي ونشوف فين نخليه ولا نعطيه لشي حد. شوفي المشكل عندك صافي حسبي تحل عرفي راسك بحال مع اختك والله العظيم بحال طحت عليك بحال نعمه من الله غير شاحي صافي شوفي نقلبوا نوك على الكرا ونريحوا ونرتاحوا ونهضروا بزاف هاد الموضوع. انت اختي وشنو هي عائلتك في ماما؟ انا عندي واحد المشكل مع الراجل ومع الوالدين ومو بشكل الويسات عارف انا خارجه من الدار وما عارفاش فين نصد. صافي اختي الله يسهل عليك عاونيني اختي ونعاونك حتى ما تلقاني حتى لاخر نهار اختي. بغيت نسولك واحد السؤال بعدا وسمحي لي هاد الدري عارفه باه عارفه اختي عارفه شنو بغيتي تعرف بين شنو ولا جماعه الله اختي فاهم سالبه سمح فيك مسكينه ما سمحش فيا على اللي سمحت فيه كيفاش ما سمح كيف سمحتي فيه انت هو غيمشي لبرا انت
فهمت والو. المهم واش ما بغيتيش الدري ما بغيتيش تكون عندك قادرش تربيه؟ قلت انا ما كرهتش نربيه وربيه وسط مني انا وبا، ولكن اختي راه با عنده احلام اخرى عنده مستقبل خاصو يشوفه، ما بغيتش نضيع عليه مستقبل. ودابا شنو غديري؟ تدي لداركم تقوليها ليهم شنو دارنا؟ راه ربت منا اختي، راه كون يعرف شي واحد والله تيذبحني. المهم مزيانه هاد القضيه، انا غنلقى لك الحل وانتي غادي ماما نلقاو بيناتنا الحل. نوضي يلا نمشيو نقلبوا، غنمشي عند واحد السمسار نعتو لي انا. نوضي صافي كوني يعني. نوضي يلا انت هادي شحال فنة. انا اصلا كيعجبني الصفر. واه اختي جات مزيانة. زوينة اختي. اختي عمري معاتي راه ما يمكنش تسي معنا، بقيت كنشوف لا نعاس لا حتى شي حاجة. الوجع يا اختي الوجع. ياك انت كتبان حق الله ما عرفتي اختي، ولكن الطبيبة قالت لي راه باقي الحال باقي بعيد. متخلعينيش عليك حق الله. مريم مريم كي جات اختي الوجع. أمي يا مريم نوضي 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 مريم مريم عتقيني مريم. لا لا انا ولات وقيله مريم نوضي نوضي اي مريم مريم عتقيني اختي عتقيني ما بقيتش قادره مريم قلتي لا نوضي 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 شنو هو؟ ما هبطش جيت ديري انت عرفت شكون تكون في هاد البلاصه. انت جيتي من الغربة اش؟ يلاه جيت اخويا والله جيت توحشت. جيت والله جيت توحشت. انت عايش بزاف درتي يا العفريشة عرفتي انا غنكون في الكوان اصاحبي. خوش حنايا ويلي راه من الصغر اصاحبي ما كنا كنعمر واحد. انا ما نكذب عليك ما والو، قلت هذا مشى للغربة غادي يتبدل عليا وغادي يجي نبو عصاص. تلا راه شيري دوزنا تشرى مير وداك الشيء اخويا. واش دير؟ ريح الحمد لله وشكره اخو مرتاح بعد شو بعد الساعه حبيبي الحمد لله. لا هو صوفي قد الصوت تصوفي خوك في الغربه خوك صح اللي بغيتيه معول عليك اللي بغيتيه فرد اول ورقه شويه معاك شنو كنلقاو لها مش طريقه مش فرده اخويا انت ما سمحتش بك لا خويا انت الله يشفيك خويا دوز مرق عليا لا صاحبي توحشتك عشي توحشتك انا بزاف ومن فين؟ احنا اخويا قلت لي الله هبطش قلت والله تمشي عند ايوب ولو خويا تشم ويلي تيفوش ما عندكش عود عليا تشا خويا كاركي لا دريس هذا مشي تيليف اشرف ترى التليفون هذا اللي لحتي لي عشير مشي ذا التليفون اصاحبي ما فيه لا واتساب لا والو شوف شي تليفون راه قلت لك على حسابي ما تخممش اخويا اجيب هذا عشير تبغى نسول واخويا ملي غتشري لي تليفون انت سول وانا نجيو انت عامر وانا ننفذ عشيري يلا بالي بغيت نسولك اخويا على واحد حاصله فين شاده كنعيط لاخويا ما كتجاوبنيش ما عرفتش معاه خويا ما عندي ما نخبي عليك تي خويا اشرف ماشي بواحد اخر مالك اخويا وي السيمانه اللي مشيتي فيها انت فرنسا اه هي ديك السيمانه بلشتي ما صبحاش اخويا اليومين هذا غبرات حلا بالعشاء لا ركب ما طراتلاش شي حاجه خويا ركبتي شي واحد في الدرب ما عارف عليها شي حاجه ما عرفنا واش طرا دا شي حاجه واش ماتت واش مشات لشي مدينه اخرى المهم اخويا ديك السيمانه اللي مشيتي بها انت غبراتي والدرب كامل حتى واحد ما جايب عليها شي خبر واش ليا صاحب هذا خويا ايوب خويا انت ايوب خويا انت خويا ما ندوش مع خويا القايه ديك الدري كنبغاه بزاف اشرف خويا انا عارف كتبغيه واش هي كانت كتموت عليك ولكن كيفاش داكشي البلان اللي واقع انا راه ما فاهم والو دابا ايوب خصك تعاونني اخويا شي طريقه اخويا باش تلقى ديك الدريه راه ما نقدرش نصبر اصاحبي دوزت مع بزاف ديال الحوايج ايوب وانت عارف كل شيء ايوب اشرف خويا انا غنقدر نفعك بحاجه واحده انا كنعرف واحد صاحبي شي باش عارفه مزيان هي اللي غتقدر تفيدك الدريه صاحبي شي وري لي اخويا ايوب وري لي انت شاب شويه عليك اخويا اصلا الدريه اللي غنوريك
كاش خدم معاك شويه راه تكون كتعرفها حتى هي بالدرب الاوراني هو عرفتي زهيره زهيره حتى خدم معاك قرات معايا انا وياك السادس كنيت الهرشي على دارو مي الشوكي واحد القصير عرفت هذيك خويا راه هي اللي صاحبي الروح هي اللي تقدر تفيدك بشي عايد هادشي اللي دخو هذا المهم ملي مشيتي راه هي عشيرتي صافي راه هادشي اللي كاين ايوب تنتقف هادشي وا اشرف سير هادشي التليفون راه واخونا وي وي كيشبه العشرف بحال الله العادة ملي كون شافو كان غير حماق عليا كيفاش غندير نسخة ديال حصلة دابا ديالي ديرها ما عرفتش يا ختي على ولدي زين يا ختي فن ان شاء الله ما عرفتش صراحة مريم كاع ما رضيتوش خديت ليه اختي الحليب ديال لا فارماسي كاع ما قدرتش كي عارفه دابا بغيت نولفو على عليا وغادي تديه وغتخليني اختي بلا بيه وما بغيتوش يتولف عليا وانا اصلا راه ولفتو هاد الايام ما خلا الله وصافي مري اختي حسنا كاع ما دير في بالك ولدك هو ولدي وليت انا عرفتك ولفتي وكبدره صعيبه حبيبتي انا في اي وقت وفي اي لحظه عيطتي ليا وبغيتي تشوفيه نجيب لك فين ما كنتي باش نقول لك الله يدير لينا ولك تاويل الخير اختي وصافي هي خطاك يا مريم الله يكبر بيك يا ربي عارفه اختي بنت الناس الصراحه قلال وفي حالك والله العظيم اختي مريم غير تهلاي ليا فيك شنو راه مسكتش بيناتك عافاك يا مريم عافاك اختي واي حاجه اي حاجه احتاجيتيها على انت ولا هو عيطي ليا صوني ليا في اي دقيقه نكون عندك راه انا لاي حاجه احتاجيتيها قولي لي ونجيبها لك الله يكبر وخيرك ما عمرني ما ننساها لا يخطاك اختي واش نقول حتى حبيبتي ان شاء الله انا اصلا ولفتك والله حتى ولفتك الحبيبه ديالي الله يخليك ليا شلي طلع اختي انا ما سخيتش بوليتي ولكن الظروف ما عندك ما ديري الظروف صعيبه الظروف كشحال متسمع لك شحال من حاجه ديريها واش نقول لك الحمد لله على كل حال المهم انا شنو نقول قاري ليا انتي ولدي الزوين كي جاك البارك اش مالك اسمر بحالي سبحان الله اسمر مسكين غير والله حيت زين باقي جاي لك قاع تشلو دخلوا سمر ولدي راه بيض وزين قال لك سمر ما جاب لك والو جاب خرج الباش اش ما كاينش كنحمل ريحتك داك الشيء اش بان با اش بيرجع ليا شويه راه باقي الحيمه صغيره وين ولفت منين كنضربو بشويه على ما تعرفش شدو بلاتي اش ما عرفش نشدو بلاتي نقاد لك غير يلا عرف بسم الله هاك شوف شدي راسه عندك راسه شقي عصروني انت واخا بقى فيا الحال حيت كاع ما جبت لي داكشي اللي بغا ملي كان في كرشك وعادش ملي تخرج من الكرشي ديك الساعه جيب لي صافي اي حاجه شنو اسمي امو تمو طلبت امر راه براسلي ليش براسلي اللي هو تيمان الا براسلي ديالي اللي بدلت لك الدريه وبيلي قلتي الدريه ماساهلش صافي تستاهل تلاش مع صاحبتك سوتينيش على قلت لها فين شتي حسنا قالت لي راه كانت فواحد الدار عاودت لي بزاف ديال الحوايج انا لحد الان ما فهمتهمش و تيم قلت لي والو
أشرف أنا ما عرفت إيش حاجة غير بل... والله ما فهمت عفاك ليش كتهضر عن أشرف ستريسيتيني بيبي فينا كيفاش؟ البيبي ما فهمت ولدنا أشرف شوف هاتشي كنا درتو على قبل مصلحتك أشرف أقسم بالله على قبل مصلحتك أشرف حيتاش بغيتك ما تصورش شحال كنبغيك وما تصورش شحال درت هادشي على قبلك أشرف باش تمشي تشوف مستقبلك واش مشتي شحال كنتي كتحلم بداك النيفو باش توصل لهادشي اللي توصلتي ليه دابا حسنة هذا ماشي سبب كيف ما كان الحال هادشي كاع ما قنعشيني بها حسنة حتى الكبدة هذيك حسنة راه خبيت عليا واحد الحاجة اللي كبيرة بصح راه ولدنا أشرف وما كنتش متوقع أن الأمور غتوصل لهنا لكن راه اش غندير لقيت بوحدي راه دارنا بداو كيعيقوا بيا صافي خرجتي باش خرجت كريتي هنا وانت صافي كنتي مشيتي ما قدرتش النهار اللي جاي نقول لك اشرف درتي غلط ما قلتي لي والو اشرف راه النهار اللي جاي نقول لك انا راه حامله قلتي لي راه غنمشي شنو بغيتي نوقف لك في وجه مستقبلك اشرف على وجه ولدنا ديك الساعه قولي عليا ماشي تعيشي بحال هاد العيشه شنو بالدار كديره كيفاش نسمح لك؟ سمحتي كيفاش نسمح لك يا حسنة؟ سمح لي يا سالة بالفم راه ولد بغيت نعرف دابا فين هو داك الولد ملي دخلت للدار ما سمعت صوته اه ولدنا فين هو ولدنا؟ اشرف دابا تهد نعافاك وانا غنشرح لك ايطاب باغ ايطاب شوف دابا انا اشرف انا ما قداش براسي راك عارف ما راك عارف قولي ليا فين هو الولد ديال العائله ديالي فين هو الولد عطيته لواحد المراه اشرف شنو هو صافي بلا ما تغوت عليا اشرف والله ما درتها اكسبري ما درتهاش بالعاني ولا كرما كنتي غنقضي بها اشرف ما كنتش جاي فرحان زعما شو دابا اش كنلقى عندك ولد ولدي والله ما خاطري وعطيها المراه واش غادي في ديك البكا بصح درت الغلط يلا نمشيو نجيبو ولدنا اشرف يلا نمشيو نجيبو انا نوض يلا تبعيني خاي الاولى صافي مالو كيبكي مات مالو الله رديت شنو مبغاش يسكت صافي يلا يمكن حيت ما كترديش انت يا رضا طبيعي ما فيهش الحليب انا باش نرد صافي ولدي صافي صافي حبيبي صوفي اختي صوفي صوفي يا ما غيسكتش لك هكا لا لا كيبغي رضاعة ديال الام شنو ندير لي وصافي انا كنسكت فيه صافي يلا صافي شو صافي صوفي حبيبي صافي اجي نقول لك مريم احنا باقي ما ذبحنا هذا سيرش ريحه ولي نتر قرب العيد انا ماشي كشي دق صافي بابا صافي يلا السلام عليكم السلام هو دار مريم هي دار مريم كاين هي شكون انت اللي كتسول لنا كاين مريم كاين بغيت مريم شكون انت اختي زيد صافي خويا عافاك واش كاين مريم واخا تخرج راه كاينه هاي كاينه مريم دوزي رايح مريم شنو هاد الناس انت هي لاله مريم لا امشي يا اشرف مالك لا استاذ لا انا استاذ هاد ولد راه ولد يا استاذ لا راه ولدنا هذا شنو ولد لا 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 شوف خويا نشرح لك دابا انا مريم كنت مريم مغني اختي غاشك وعطاني ولدي عفاك شرح لي اختي شرح لي اختي شنو كاين اخويا هي اللي كانت جالسه معايا وفاش ولدت عطيته ليها ولكن اخويا والله يا اخويا من خاطري وحق الله العظيم داكشي علاش بقيتي 9 شهور وانت بعيده عليا لا لا ولدي انا واخا ما ولدتوش ما كانش ولكن ولدي انا واسي محمد جينا دابا باش ناخذوا الدري لا 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 ما تخليونيش عافاك اسمح لي يا اخي عفاك اختي مريم عفاك با اختي با مريم با خذي الولد عفاك
خذي الاول واخا اشرف هذاك ما يبلاش فكرت نوضي شي بين حسيت تخليني بلا شي كخشي يا مريم سمحي لي حسنا شد الحاله شد الموقف طيحتيني فيه انا ها ولدي خليتي ناس يجيو عندي حتى لهنايا ورجعوني بحال شفار انا في داري واش قلب داري انا وليت شفار لا 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 ما تفهميش غلط عفاك مشينا مشيت عند الطبيب وقالت لي ما كتولديش وانا ما قدرتش كي غندير ولقيت الحل عرفتي شنو حيت انا ما قدرتش نتفرق معاك وما قدرتش نمشي لطلق الجعيلات وما بقيتش كندير راه فكيسمح لي على العالم كيفاش يسمح لك واش انت عارفه راسك في واش دابا واش انت بعقلك قولي لي دابا واش انت بعقلك ها واش يجيو عندي انا لداري ويسميوني شفار شنو شافر شافر دري واش تبغي تصيفطيني للحبس انا ولا شنو صافي على عمرك زوجت اسمح لي والله ما تصحابش تعرفني فين ساكنه انا اللي في لفوت كان عليا رد البال تي ناوي تسافري لها ولدها انا تصافحش انا وياها تعطيها ليا بغات تعيشيني انا في كذبه وواحد الحاجه واحد النقطه اخرى كيفاش انت مطلق جوج عيالات وانتي عرفتيني انا علاش طلقتهم واش انا عمرني شكيت لك على الاولاد واش عمرني قلت لك انا باغي الاولاد جات من عند الله مرحبا بها ما جاش الله يعاونها ها واش عمرني انا شكيت لك على الاولاد قلت لك ولدي ليا بزز قلت لك ما ولدتيش ليا نطلقك ها خرجت من فمي ايوا مالك دابا المشكل نعاود لك دابا السيده وقع لها مشكل مع السيد اللي كانت معاه وانا درت فيها خير دابا تشوف كي كما كيقول لك دير خير مترافيس ها هو السيد اللي كانت معاه رجع معاه وبغى ولدو ها واش دابا انت راضيه على هادشي هذا اللي احنا فيه اليوم ما راضياش عليه وصراحه انا ربيت لك بدا داك الوليد والله ما بقيتش ربيتي الريه اش الحاله هادي جي عندي قولي لي اللي كاين واللي كاين حنا تزوجنا انا وياك باش نكون انا وياك في السراء والضراء نكون معاك في الخايبه قبل الزوينه صافي اسمح لي انا عارف مزوجه فيك اما انا ما تشعرت صافي انا عارف لا عوديها صافي تعاوديها مره اخرى تلقاي راسك في الباب صافي واخا الله يحفظك غلط بحال هذا تلقاي راسك في الباب صافي واخا على جوج قبل منك مشاو حيت ما تفاهمناش مشينا قبل الاولاد فهمتيني دخلي على البونطو ديالك صافي واخا صافي الله يحفظك يرا نوضي صافي اخر مره نوضي اخر نوضي حقتي